السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم أمنية هدايا من أنا بقولها عشان تكون ناس عايشة مجتهدة متحمسة غير محبطة متفائلة مجدة في عملها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية. اليوم هنتكلم على موضوع شائك جدا 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 حصل في بريطانيا لمؤسسة من أكبر المؤسسات الدولية الإنسانية في العالم، وليس فقط في بريطانيا ولكن في العالم كله، هي مؤسسة الأوكسفام. طلع عليها مجموعة من الاتهامات في تجاوزات أخلاقية داخل بعض مكاتبها في جمهورية هايتي أو بعض الأماكن الأخرى. كان في حملة إعلامية قوية جدا 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 جدا، وكأنها حملة قومية أو حملة كبيرة يعني من بعض الصحف المؤسسات الإعلامية اليمينية واليسارية في نفس الوقت. خلينا أتكلم وأقول كلمة واحدة في الأول: نحن مع القانون ومع التحقيق ومع معاقبة الفرد المجرم المذنب ومع تحقيق قواعد القانون وتنفيذ القانون بكافة حذافيره، خلاص عشان ما يكونش في مزايدة ان احنا بنقول الكلام ده علشان ندافع عن غلط او خطأ او الاخر. لكن في 4 أو 5 اسئلة انا هسألهم في الاول، وانا مرضيتش اتكلم في الموضوع ده منذ ان حدثت هذه الفضيحة لجمعية أوكسفام. أولا، أوكسفام حدث هذا الموضوع فعلا اللي هو العلاقات الجنسية الغير كريمة بين بعض العاملين فيها في بعض الأماكن في هايتي. أوكسفام قدمت تقرير بهذا للإدارات الرقابية. قد يكون هذا التقرير غير كامل، وقد يكون هذا التقرير يعني غير مفيد 100% للجهات الرقابية. كان ده تقدم من حوالي 6 أو 7 سنوات. أوكسفام قدمت التقارير دي علشان تقول احنا اخطأنا وعاقبنا هؤلاء الناس، لكن قد تكون زي اي مؤسسة في العالم الـ 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 الادلة اللي قدموها غير كاملة، لكن هي قالت ان احنا اخطأنا. السؤال اللي انا بسأله اليوم: لماذا تأخر اكتشاف هذا الخطأ وهذه التقارير الغير كاملة الى ان نوقشت او حصلت الحملة الاعلامية في الشهر الماضي في 2018، 6 أو 7 سنوات بعد ان قدمت هذه التقارير للجهات الرقابية؟ ده أول سؤال، ليه تأخرنا؟ من حق أي جهة رقابية أنها تاخد وقتها في دراسة التقارير، معرفة أن هذه التقارير كاملة أو غير كاملة، التحقيق الكامل ها في كل منحة من مناحي القضية التي أدرجت أمامهم. دي نمرة واحد، ليه تأخرنا 7 سنين؟ ليه تأخرنا وتناقشت في يوم كان فيه هناك مناقشة لميزانية الدعم الإنساني الخارجي اللي هو 0.7%، 7% من ميزانية الدولة للدعم الخارجي اللي بتساوي حوالي أكثر من 10 مليار جنيه استرليني. ليه لغاية ما نقشت هذه القضية في نفس الوقت طلعت الفضائح بتاعت أوكسفام؟ هل في علاقة بين الاثنين ولا لا؟ الله أعلم. هل التقرير لما طلع بالقوة الإعلامية القوية جدا اللي خرجت علينا في الأسابيع الماضية، ده في إشارة ان احنا هنعمل تضييق على مساحة الحرية اللي بتتمتع بها المؤسسات الإنسانية الدولية او المؤسسات المدنية، مؤسسات المجتمع المدني؟ ده سؤال ثالث. هل لأن هذه المؤسسة اللي اسمها أوكسفام هي من أقوى المؤسسات في العالم في المناصرة والدفاع عن حقوق الفقراء، ده
سؤال رابع، هل المؤسسات الإعلامية مستقلة كما نعتقد أو إنها متأثرة سياسيا بعض توجهات الحكومية؟ هل ده ليه علاقة بخروج بريطانيا كدولة من الاتحاد الأوروبي ولا لا؟ كل هذه الأسئلة بتسأل عشان الناس تفهم إلى أين نذهب بقطاع المجتمع المدني الإنساني والمؤسسات الكبرى اللي احنا بنحترمها. نبدأ في بعد عرض هذه الأسئلة اللي أنا ما عنديش عليها إجابة، بس احنا عايزين نناقش أو نفهم مع بعض كيف تؤخذ القرارات. ايه هي أوكسفام اللي احنا بنتكلم عنها؟ هي مؤسسة زي أي مؤسسة بريطانية، نشأت في سنة 42 في مدينة أوكسفورد، وكان معناها اللي هي لجنة أوكسفورد لإغاثة المجاعة، وتحولت في سنة 60 إلى مؤسسة دولية غير حكومية، وفي 65 أصبح اسمها أوكسفام بريطانيا العظمى أو أوكسفام جريت بريتن، وفي 95 أصبح ليها تأسست فيها كمان اللي هي مؤسسة أوكسفام الدولية. هي من أقوى المؤسسات في العالم اللي عندها أكبر مؤسسات في العالم عندها خيرية، عندها محلات تجارية، عندها أكثر من 1200 محل تجاري على مستوى العالم، منهم 750 محل تجاري خيري، محلات تجارية خيرية، منهم 750 محل موجودين في بريطانيا، وأول محل تجاري خيري عملوه كان في سنة 48. من المحلات ال 750 في بريطانيا دول، في 100 محل متخصص في بيع ايه؟ الكتب القديمة اللي هي الكتب التراثية والكتب الإعلامية والكتب اللي مش بنلاقيها خالص، والموسيقى. تعتبر أكبر شبكة تجارية لبيع الكتب المستعملة في أوروبا. يبلغ عدد المتطوعين في المؤسسة في المحلات دي 20,000 متطوع، وعدد المتبرعين أكثر من 500,000 متبرع في بريطانيا. أرباح أوكسفام التجارية للمحلات دي تعتبر في سنة 2008 17 مليون جنيه. دي المحلات اللي موجودة ليها. ها؟ ونتمنى أن كل جمعياتنا في العالم، سواء كان العالم العربي أو الإسلامي ولا في الغرب، إن هو يكون لها محل تجارية تقوم على شبكة المتطوعين المخلصين لها. ايه هي المهمه والقيم بتاعت اوكسفام كمؤسسه؟ زي ما مكتوب عندهم في الصفحه، كل حاجه دي هتراها من الصفحه بتاعت اوكسفام. بالنسبه للحقوق، الحق في ايه؟ حق اللاجئ والنازح والفقير في ضمان العيش المستدام، يكون عنده دخل مستدام، عنده دخل مستدام. حق اللاجئ او النازح او الفقير في الحصول على الخدمات الاساسيه اللي هي الميه، الصحه، التعليم، المسكن. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان تعلمنا منه، من بات امنا في سربه، يعني عنده الامن، سربه يعني عنده مسكن، معافى في بدنه يعني صحته كويسه، عنده قوت يومه يعني اللي هو عنده رزق يومه، كان كانما حيزت له الدنيا، اللي هي الحق في ضمان العيش المستدام، الحق في الحصول على الخدمات الاساسيه، الحق في الحياه والامان، ان حق ان احيا لا اعذب، ومن حق ان اعيش حياه امنه مطمئنه. ها؟ الحق في التعبير عن الرأي، والحق في الاستماع ليا، ما اتكلم تسمعني. ها؟ والأخيرة الحق في ان انا يكون ليا هوية. انا لا استطيع ان اعيش دون ان يكون ليا هوية. ده بالنسبة للحقوق والقيم بتاع المهم والقيم بتاعة اوكسفام. ايه برامج اوكسفام؟ في برنامج التنموي اللي هو بيتحول الى ايجاد الحلول المستدامة لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، وده كل الجمعيات اللي في بريطانيا وخارج بريطانيا في الدول العربية الإسلامية تعملها، انهم يحاولوا يقللوا نسبة الفقر في كل الأماكن اللي بيعملوا فيها. الاستجابة الإنسانية للكوارث الطبيعية، يعني مثلا زلزال هايتي كان كارثة طبيعية، التصحر والجفاف في غرب أفريقيا كارثة طبيعية، السونامي كارثة طبيعية، زائد أيضا الاستجابة لمناطق الصراعات ومناطق المسلحة زي في الكونغو، زي في اليمن، زي في البوسنة، زي في العراق، زي في سوريا، إلى زي في أفغانستان، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده بالنسبة للبرامج بتاعتها. في جزء ثالث كمان هي بتميز بأوكسفام عن جميع أو أغلبية المؤسسات الإنسانية، اللي هي
منظومة الضغط والمناصرة والحملات الشعبية اللي هي اللوبينج والأدفوكاسي والكامبين. وده اللي بيخلي بعض الدوائر الحكومية مش مرتاحة نفسيا للضغوطات اللي بتعملها كمؤسسة دولية إنسانية علشان تدافع عن حقوق الفقراء بعامته. وده يختلف كتير جدا عن مؤسسات حقوق الإنسان. يبقى دي البرامج بتاعت أوكسفام اللي هي موجودة على الصفحة بتاعتها. ومن الأشياء اللي بتتكلم عنها الضغط والمناصرة والحملات الشعبية دي اللي هي منها إيه؟ من التجارة العادية اللي هي الفير تريد علشان من أجل حقوق الفلاحين. التانية اللي هي التعريفات الجمهورية على المنتجات على الدول الفقيرة، يعني تعب كتير جدا من منتجات الدول الفقيرة اللي تصنع أنها تدخل للدول الغنية. لماذا؟ لأنها بيفرض عليها جمارك عالية جدا جدا، حقوق العمالة المرأة ومساواة المرأة والرجل في العمالة زي ما احنا شايفين، حقوق البراءات المتشددة والتي تتحكم في أسعار الدواء، براءة للبيتنسي لما يكون مثلا الدواء يكون مكلف جدا جدا جدا، لما اي واحد فقير في الهند او في افريقيا او في باكستان او في سريلانكا او الاخر لا يستطيع شراءه، سواء كان ده في الدواء ها او في البرامج الكمبيوتر اللي هي السوفت وير او في الكتب والمجرعات الكبيره. انا كنت من احد الناس لما كنت باجي اشتري بعض الكتب الطبيه الكبيره اللي هي الغاليه جدا جدا، الطبعه كان فيها طبعتين، طبعه للفقراء زي حالاتي انا، وطبعه للاغنياء. طبعه الاغنياء ممكن تكون 40 50 جنيه دي كتاب واحد سليني، ده الكلام ده في السبعينات والثمانينات. الطبعة التانية اللي كان بتطبع في الهند وتيجي تصدر هنا هو كان بتوصل لخمسة او عشرة جنيه. فطبعا كان المؤسسة أوكسفام كان بتدافع على حق حق الملكية او الملكية الفكرية للكتاب الى اخر. دي بعض الاشياء بتاعت ايه بقى الحملات اللي عملتها عشان نخش في الموضوع، وموضوع طويل شوية. من الحملات اللي عملتها المؤسسة هي تغيير خطاب الحكومة بشأن الشفافية التجارات اللي الريتريك بتاع الشركات التجارية عشان يطلعوا قراراتهم الضريبية. حملات تغيير المناخ، المناخ بيتغير كل يوم نتيجة لأن في بعض الدول بتعمل إفساد أو تلويث للجو. طاقة الفحم الكربونية، ويعني الحكومة البريطانية اقتنعت في 2015 ان هتبطل استخدامها في 2026. مساعدة الأمم المتحدة في عمل حملتها للتنمية المستدامة اللي هو ايه اهداف التنمية المستدامة في 2017. تغيير القانون البريطاني عشان هو حكاية 0.7% من ميزانية الدولة علشان يكون جزء من ميزانية الدولة يصرف على الدول الفقيرة. الضريبة العادلة عام 15. الضغط على في حاجات بسيطة كده، شركة بيبسكولا علشان تحسن أدائها 2014. عمل حملة معا من أجل سوريا. عمل حملة IF للضغط على أعضاء البرلمان بشأن تلاعب في ضعف الضرائب. اتفاقية الإتجار في السلاح وبيع السلاح غير القانوني. واستمرت الحملة دي 10 سنوات وصدر البيان في ابريل 2013. مشاركة في حملات دي كلها. المساواة بين الجنسين لمزارعي الكاكاو بالضغط على شركة نسلة وشركة مارس بتاع نسلة طبعا تعرفينها كلها، شركة مارس بتاعت الشوكولاتة وشركة مندليز في 2013 انهم يساووا بين الجنسين في الاجور بتاعتهم. وبعدين اللي هو عم حملة مرة تانية لسوريا اسمها سوريا حية. كذلك مطالبة إسقاط الديون على هايتي في 2011 ونجحت في أنها تقنع البنك الدولي أو من أحد الجمعيات تقنع البنك الدولي في إزاحة حوالي 37 أو 38 مليون دولار من ديون هايتي. توفير علاج في متناول المرضى لأن لمرض الإيدز، لأن كان علاج مرض الإيدز غالي جدا جدا جدا. وبعدين طلبت من محلات ستاربكس وضع اسعار جيده عام 2007 لمساعده مزارع البن في اثيوبيا. ستاربكس اي مع على البن على القهوه يعني. وحمله الدواء للملايين 2007 وحمله اجعل الفقر من التاريخ جزء من تاريخ ميك بوفرتي هيستوري ها الى اخره. فلما ننظر لكل هذه الاشياء وننظر لخطا
خطأ ارتكبوا مجموعة من الفسدة من الموظفين في الأماكن، وده خطورة هنا. احنا نطلب من الجهات الرقابية ونطلب من الحكومات ونطلب أنها تشرع قوانين تمنع حدوث هذا في أي مكان من العالم، ليس فقط على أوكسفام لكن على كافة المؤسسات. يمكن أوكسفام عمل التقرير بعتته للجهات الرقابية في 2011 أو 2012، لكن الواحد بيستغرب لماذا تأخر التحقيق في هذا الأمر إلى 2018. هل الفساد فقط موجود في مؤسسة؟ الفساد موجود في كثير جدا من المؤسسات، كثير جدا من المؤسسات. احنا لا ندعو للدفاع عن الفساد قدر ما ندعو لأن نكون عادلين في التحقيق مع الفسدة في كل مكان في العالم. أحد الأمثلة خاصة إذا كبرت المؤسسة وأصبحت مترامية الأطراف، ننظر إلى أن في بعض الموظفين السيئين الذين لا يحملون لا قيم المؤسسة ولا أخلاق المؤسسة ولا رسالة المؤسسة ولا عقيدة المؤسسة ولا رسالة المؤسسة ولا مهمة المؤسسة، يفسدوا بأفعالهم الفردية التي قد تسيء للمؤسسة، أو طبعا هتسيء للمؤسسة وهتسيء للقطاع اللي احنا نتكلم عنه. هنا أنا عايزين نفصل ما بين الموظف الفاسد والمؤسسة اللي بتحاول تساعد الناس في كافة المجالات اللي هي بتشتغل فيها. مثلا الأمم المتحدة في بعض التقارير كتبت عنها، وزي مثلا فيها أنواع من الفساد المالي، في فساد أخلاقي، في فساد في قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة إلى آخره. فالفساد المالي من أشهر قضايا الفساد في الأمم المتحدة هي النفط مقابل الغذاء، النفط مقابل الغذاء. وأصبحت في كميات من التقارير الفساد التي رفعت لهذه المؤسسة البيروقراطية لمدة سنوات، حتى أن في أحد المسؤولين ذكر في أحد الأحاديث أن يعني من جزء 1.5 مليار دولار فقط الذي وصل للشعب العراقي من 4 مليار دولار في النفط مقابل الغذاء. لماذا؟ كانوا بيشتروا مواد غذائية عالية السبق، يعني مزودين سعرها، مواد خارج الصلاحية، كان في فساد على مستوى الحكومة العراقية في هذا الوقت وعلى مستوى موظف الأمم المتحدة اللي كان منهم واحد ابن أحد ابن الأمين العام للأمم المتحدة، كان عنده شركة تجارية يشتغل فيها، واحد لأمين عام تاني، ابن عم أمين عام تاني، زائد موظفين كبار من بعض الدول اللي هي تمثل أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ومع ذلك ذهبت، يعني حتى أن أحد الموظفين الكبار في الأمم المتحدة قال إحنا كان عندنا ميزانية من بيع البترول تساوي 74 مليار دولار لكننا صرفنا منها 4 أو 5 أو 6 مليار دولار. ومات من الشعب العراقي في الوقت ده ما لا يقل عن 1.5 مليون إنسان، منهم على الأقل 0.5 مليون طفل. ده فساد. يبقى أنا لما أجي أتعامل مع مؤسسة لابد أتعامل مع كل مؤسسة بنفس المجال. الفساد الأخلاقي وده مصيبة. في الكونغو في 2005 قوات الأمم المتحدة اللي بتحفظ السلام اكتشفوا أنها جزء من عمل غير أخلاقي زي اللي عمل موظفين الأمم المتحدة في حياتي في 2010 و 2011 بالضبط. ومن 500 امرأة اللي كانوا بيمثلوا شبكة للدعارة اكتشفوا أن فيهم بنات ده أصغر من السن ممارسة الجنس. من 500 ده في 2005 في الكونغو، والكونغو مأساة، مأساة لا تتخيل حجمها قد ايه. في البوسنة من 2013 او من 1992 ل 95 حبت بعد اتفاقية دايتون او افعبنهم ايه او في الفترة دي اللي هم بيعملوا فيها الحرب كانت 92 ل 95، لكن حبوا يعملوا شرطة بوسنوية ويكون الأمم المتحدة هي اللي بتتكفل بتدريب الشرطة البوسنية. فاتفقوا مع شركة من الشركات ادوها المهمة، فأحد المسؤولين في هذه الشركة اللي اسمها ايه بالضبط، اسمها كاترين بوركوفيتش، اكتشفت ان في
الناس قولها قولها ده في ديسكو وفي مراقص وفي كذا وفي كذا وفي كذا في توزلا وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. فلما راح يحاول أنه في بنات جايين من أوكرانيا ومن رومانيا ومن سلوفينيا دخلوا إزاي؟ فكان في فساد ما بين أعضاء قوات حفظ السلام تبع الأمم المتحدة وبين أعضاء الشرطة البوسنوية. لما عرف أن هذه المرأة اللي كاترين بوركافيتش الشركة الأمم المتحدة سحبتها والشركة رفضتها بعد 4 أشهر إلى آخر. مين اللي دخل البنات دول من رومانيا وأوكرانيا والبوسنة هناك إلى البوسنة؟ أنتوا تجاوبوا على السؤال ده. كان دي الحاجات دي كلها دوكيومنتد يعني. بعد كده في مالي وفي حتى المسؤول اللي في الأمم المتحدة اللي كان مسؤول عن البعثة الأمم المتحدة هناك في حدوث الفساد ده الأخلاقي ده راح بعد كده في ليبيريا وحصل في ليبيريا نفس المشكلة بعدين. المذابح مع قوات حفظ السلام كذلك يعني. الفساد الأخلاقي ده مع كل الموظفين الأمم المتحدة زائد الموظفين الدوليين هنا هو المذابح وقوات حفظ السلام ودي بتقررها المذبحة بتاعت رواندا اللي راح فيها أكتر من 800 ألف بالرغم من أنه مسؤول الأمم المتحدة أرسل رسائل عديدة للأمانة العامة للأمم المتحدة قبل المذبحة ما تحصل وقبل أن يقتل الرئيس الجمهورية في الطيارة ولكن لم يستجب أحد وأصبح ضحيتها قرابة 900 ألف من المواطنين الآمنين. وفي 94 طبعا و95 ده كان 4 كده دي كانت 94 طبعا احنا كلنا عارفين مذبحه سربرنيتسا وازاي ان 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 ان, ال ان القوات الامم المتحده خرجت دون تامين النازحين البوسنويين الموجودين في المنطقه هناك. وعلى حسب التقارير الذي قتل في هذه المذبحه أكثر من 8000 الأشياء الرسمية لكن الأرقام الغير رسمية أكثر من 11000 مفقودين وما قتل ومقتولين إلى الآخر. فدي مؤسسة يعني شوف لما ننظر لمؤسسة كبيرة وعريقة احنا كلنا محتاجين الأمم المتحدة وكلنا محتاجين نحمي الأمم المتحدة. وأحد القرارات اللي طلع مؤتمر القمة الإنساني في 2016 في اسطنبول اللي هو إصلاح الداخلي للأمم المتحدة ودي كانت مهمة من مهمات الأمين العام السابق اللي هو كوفي عنان اللي هو إصلاح الأمم المتحدة قبل أن يجي بان كيمون وقبل أن يجي أنطونيو غوتيرس حاليا. فاحنا مشينا في الأمم المتحدة من الفساد المالي عند الموظفين اللي كانوا بياخدوا نسبة من القيمة ده أحد مش أحد مناطق الفساد اللي الفساد الأخلاقي في البوسنة وسراييفو وفي ليبيريا وفي مالي وفي الكونغو اللي هو تورط اللي هم أعضاء الأمم المتحدة في عمل هذه الشبكات أو في أي إما في عمل الشبكات أو الاستفادة إلى آخره شبكات الدعارة والإتجار بالبشر. والحاجة الثانية اللي هو المذبحتين مذبحة رواندا ومذبحة سربنيسا. طبعا أكبر فساد موجود في الأمم المتحدة دلوقتي اللي هو الفيتو اللي هو بيخلي اللي أنا أعتقده أول مرة أنا قلت كلمة في الأمم المتحدة أعتقد في 2005-2006 في مؤتمر حقوق الإنسان كانت على الفيتو طالما موجود فيتو طالما حيكون في ظواهر للتطرف والإرهاب والرجعية والصدمات وإلى آخره إلى آخره. طيب هل الأمم المتحدة لوحدها؟ لا، في مؤسسين وحكومات. تخيلوا البرلمانيين اللي موجودين في أي دولة في العالم والوزراء اللي موجودين في أي دولة في العالم، هل معنى أن الوزير فاسد أن نهد الوزارة؟ هل معنى أن الوزير فاسد أن نهد الحكومة؟ لا، بناخد نعالج القضية على مستوى اللي هو الشخص الفاسد فقط. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم لا تهدوا العمل الإنساني الذي تقوم بالمؤسسات الإنسانية الدولية لمجرد أن في هناك إنسان فاسد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة دول يعالجوا أو يرفضوا أو يتصرف معهم وفق القانون اللي احنا عايزين نعمل ايه عليه نقوي. الشركات التجارية فيها فساد ما بين دايما لو كان بالذات فساد أخلاقي ما بين السكرتارية والمدير إلى آخره.
المؤسسات البرلمانية والتشريعية، المؤسسات الدينية كذلك بتخبي على موظفين فسدة كتير جدا، فسدة فسدة فسدة، بيضيعوا أموال الفقراء من الزكوات أو الهبات أو العشور أو الخموس أو 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 إلى آخره اللي بيتبرع بها الناس. طيب مؤسسات المجتمع المدني ما فيهاش فساد؟ فيها فساد. المؤسسات العالمية فيها فساد. كل هذه المؤسسات فيها إيه؟ فساد اللي احنا بنتكلم عنه. فما نرجع مرة أخرى نحن نتكلم عنه، الأسئلة اللي أنا حطيتها في الأول، أنا لا أدافع عن الأوكسفام كمؤسسة بقدر ما أدافع عن القطاع الإنساني الخيري الذي يقوم بمساعدة عشرات إن لم يكن مئات الملايين من الفقراء والمساكين. لا تسيسوا العمل الإنساني، لا تضيقوا على العمل الإنساني، خاصة في وقت عدد المحتاجين في العالم تضاعف 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 مع قلة الإمكانيات وقلة القدرات الجمعيات على التصدي له. أما نرجع للخمس أو ست أسئلة اللي حطيهم في الأول، ها اللي حصل في الأوكسفام في 2010-2011 أرسل بتقرير للجهات الرقابية، لماذا تأخر التحقيق في هذا التقرير إنه تقرير كامل إلى 2018؟ ده أول سؤال. فلماذا نوقش طلع هذا التقرير يوم أو في الوقت اللي كانوا بيناقشوا فيه ميزانية الدعم الخارجي اللي هو 7.7% الكون البطنية؟ هل في علاقة بين الخروج من الاتحاد الأوروبي وعمل الحملة دي كلها؟ هل المؤسسات العالمية بتاعتنا مستقلة ها أو في توجه معين لها؟ هل احنا عايزين نعاقب أوكسفام على انها مؤسسة لمناصرة جزء من برامجها المناصرة؟ هل احنا هدفنا من هذا هو تقويض حريات او اقلال مساحة العمل للعمل الانساني؟ اختم واقول نعم للقانون، نعم لمحاربة الفسدة ومحاربة المخطئين، نعم لإقصائهم، نعم للإعلان عنهم والشفافية، نعم لكل هذا وأكثر، نعم لتقوية ميزانية المفوضية العليا لتسجيل الجمعيات الخيرية في بريطانيا اللي بنسميها تشارج كوميشن، ولكن لا 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 تهدوا مؤسسات تعتبر. يمكن أول صورة اللي هي بتاعت لو انتوا لاحظتوا الصورة اللي انا حطيتها على الفيسبوك، الصورة اللي انا حطيتها على الفيسبوك ان هي أوكسفام في ناحية والبيج بن في ناحية. فطبعا دي لو انتوا رحتوا الفيسبوك أوكسفام لا تقل قيمة، وأوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وكير انترناشنال ها وورلد فيجن لا يقلوا مطلقا في قيمتهم الحضارية والإنسانية والمجتمعية عن الساعة اللي الناس بتزورها عشان تتفرج عليها دي كلها. فلذلك لا تهدموا رموز لكم، لكن حسبوا المخطئين وعاقبوهم. شكرا وجزاكم الله خير. tomorrow ان شاء الله we'll be talking about Oxfam why 12 o'clock UK time London time 3 o'clock مكة time. see you there. Oxfam why. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.